هو صاحب رسالة من الجزائر، ضمنا إليك يا ملك. في الحقيقة الأمر أقول أنحني أمام تواضع ساكنة مكناس وبالأخص ساكنة المغرب على هذا التكريم اليوم الذي تقريب أن أبكاني في قلبي هذا التكريم، رغم أني ألفت الحضور إلى مدينة مكناس وإلى المغرب بصفتي المرة السابعة اللي أحضر فيها إلى مدينة الأرض الطيبة، أقول دائما المغرب الأرض الطيبة، أرض التسامح، أرض. وما شدني إلى الحضور آخر مرة هو الخطاب لجلالة الملك الذي هو يعطي فيه يمد فيه يد لكل الجزائري إلى كل مسلم بين الجزائري ومغربي. كذلك لا تخفى علينا أن طيبة الحضور الذي يجعلنا كل عام نحضرنا في المغرب هو طيبة أهل المغرب وأخلاقهم وطيبتهم وكرمهم وحسن ضيافتهم. منور محمد، جمعية وشاح الأندلس من مستغانم الجزائر. رانا فرحانين بهذا المجيء تاعنا عند خوتنا أشقائنا المغاربة الذي رحبوا بنا وضيفونا وتبارك الله عليهم. جمعية وشاح الأندلس تشكر بزاف المغرب على هذه الدعوة اللي لبيناها، وكان لنا الشرف نكونوا في هذا العرس الفني اللي لمشم البلدين الأختين. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.